مرحبا مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. ما زلنا وتجواننا في اروقه البلديات التي تقدم خدمتها للمواطن بشكل مباشر. تجواننا له اهميه كبيره ان نسلط الضوء على اهميه عمل البلديات، اعمالهم، مشاكل الناس في هذه البلديات، أن نكون متعاونين من أجل الارتقاء بالعمل الصحيح لخدمة الناس. ما زلنا في بلديات بغداد، ومن أهم البلديات ولا ثقلها الكبير في المحافظة بلدية الشعلة. أكدنا عليها قبل فترة بحلقة، وكانت هناك وعود لأجل تقديم الخدمة لهذا للمستفيدين من هذه البلدية. منطقة الشعلة معروفة، يعني امتداداتها كبيرة جدا وتحتاج إلى طاقات وبذل جهود كبيرة لإنجاح عملهم، وذلك بالتعاون مع كل أصحاب الشأن، من ضمنها الجهد الخدمي الهندسي الحكومي وأيضا بلدية الشعلة. اليوم في ضيافة حلقتنا من برنامج بخدمتكم الأستاذ علي حسين الشمري، معاون مدير بلدية الشعلة، طبعا هو رئيس مهندسين أقدم. لهذا نرحب أجمل ترحيب بالأستاذ علي. مرحبا أستاذ علي. مرحبا أستاذ، تحياتي لك وجميع مشاهدينا الكرام. الله يحفظكم. أستاذ علي، دائما ما هناك أكو خليط أو تشابك بالصلاحيات. خلنا نبدأ في بداية مستهل حلقتنا اليوم، أن نعرف المواطن ما هي حدود بلدية الشعلة وما هي المناطق المشمولة بالخدمات. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال منبركم هذا رحب جمهورنا الكريم وأهالي مناطقنا، منطقة الشعلة والحرية والخطيب وكل المحلات السكنية ضمن حدودنا. تعرف احنا يعني بلدية الشعلة هي أصلا كانت دمج مع بلدية الكاظمية وتدعى بلدية الكاظمية. حقيقة قبل السقوط كنت أنا مدير النظافة في البلديتين. يعني سنة 2000 أنا مدير قسم النظافة لبلدية الكاظمية اللي هي تشمل الكاظمية والشعلة. حقيقة بعد السقوط صار هناك توسع وزخم سكاني وإفراز نفايات، يعني حقيقة واتساعات بالرقعة الجغرافية، فصلت البلدية أصبحت يعني ضمن بلدية الكاظمية هي السلام، العطيفية والتاجيات ومركز الكاظمية، أما الشعلة هي حرية بكافة محلاتها اللي تبدي من 416 وتنتهي ببلدية يعني حقيقة 38 تنتهي هذا، بعدين شكوك، بعدين الشعلة اللي هي بمترامية الأطراف، وأيضا الخطيب، وأيضا ضفنا منطقة سكنية اللي هي الهياكل والخطيب. يعني الخطيب القديمة كانت مضافة، لكن أصبحت الهياكل هي مضافة على الخطيب. حدودنا مع أم القرى، مع بلدية المنصور، ويحدنا شمالا جامع الحمزة اللي هو شارع البصرة يسموه، اللي يربطنا بين دارة بلدية المنصور. مساحات كبيرة. اي نعم، مساحات كبيرة ومو يعني بيها فراغات كثيرة. انضافت الناس حقيقة الدوانم بشطريها اللي قبل السكة وبعد السكة في القطار. هذا الجزء هو عمق 500 متر بطول 4.5 كيلو، والجزء الثاني تقريبا بعمق كيلو أو أكثر، يعني كيلو وربع تقريبا، اللي هي دخل بها الجهد الخدمي الهندسي وبدينا نطور بها، وراح إن شاء الله نعرج عليها ونتكلم بصور بحساب يعني الجهد وما فعله في هذه المناطق الزراعية. هذا الانشطار اللي أصبح بسبب الكثافة السكانية، نعم، واستخدام أغلب القطاع الموجودة من ضمن حتى الدوانم، سؤال هو هاي الكثافة جاءت بالتجاوز، أغلبيتها تجاوز على قطع الأراضي، لو السكنية هي تطورت يعني أو صارت مثل قطعة 200 متر سوى 4 قطع مثلا؟ لا حقيقة زمن النظام السابق كان هناك توزيع للضباط والمراتب، الصابيات والرواد،
كانت حقيقة ما مشيد عليها دور سكني. صابيات هم لكم؟ نعم ضمن حدودنا الصابيات. يعني احنا بصراحة يعني رقعة جغرافية كبيرة جدا ان شاء الله. فبدأت الناس تبني، يعني تعرف انت السيولة النقدية لدى المواطن اختلفت. تمام. يعني تعرف الوظائف واللي عدة ثلاث أبناء بالجيش ضمن عائلة الواحدة بال أو بدأ يمتهن مهنة الزراعة ورواتب تحسنت، وبداية الأمور كانت رخيصة القطاع والكذا. المهم الناس باشرت ببناء قطعها، واللي عنده هاي الدوام كلها أراضي زراعية ملك صرف وقسم يعقود، فبنت الناس لأولادها وانباعت لأطراف أخرى وأسعار بخسة. فبنت الناس أفضل يقول لك إن الإيجار، وتعرف الدولة في بداية الأمر ما أنطت خطة لاستيعاب هذا الزخم السكاني بإنشاء يعني مجمعات سكنية رخيصة بحيث تستوعب الانشطارات بالعائلة الواحدة والكثافة السكانية الكبيرة. أنا أتحدث عن سؤال عن الاستثمار في قضية البناء العمودي. الاستثمار مع الأسف يعني الدولة ندخل بالاستثمار يعني مؤلم، يعني ما أتكلم عليه بألم أتكلم. يعني هو ارتدي ورفع الدور السكنية الاستثمار، يعني لما نشوف قطعة شقة تنباع ب 25 شدة، يعني 25 شدة 30 30 شدة. يعني احنا ما نحشي هسه على هاي بوابة بغداد ولا هاي اياد المحبة او غيره، نحشي على مناطق بسيطة يعني انباعت باسعار غالية جدا. زين هي هسه احنا كل دول العالم الاستثمار من يجي هو يريد ينطي فرصة للشباب يسكن سكن بسعر مناسب يتناسب ويدخل الشهر. صح. لكن اللي حصل انه المستثمر مجرد عنده علاقات ينطول الارض ويروح للمصرف يستدين وياخذ قرض للمواطن، يظل المواطن 25 سنة يدفع للمصرف عبالك ايجار. يعني يعني افلام. والارض مجانا. والارض مجانا، مو بس هاي، يستفاد من السكيورتي بالنسبه للمجمع. صح. يستفاد من الغاز، يستفاد من المولده. شوف الاستفادات مالته كم احسب وياي. يعني الغاز سكيورتي، النظافه داخل المجمع، المول اللي راح يشيده. حلو. المستثمرات الاخرى مثل مدارس الاهليه، مدارس اهليه، روضه، هذا والمحلات و و و ها عندك اكو مجمعات يعني قامت تبيع الاراضي اللي بصف الشقق الارضيه باسعار مثل مجمع بسكولاته. اي بسكولاته انا يعني سمعت انه يبيعون الارض يعني الشقه الارضيه. القصد يعني كلها جتهم القطع مجانا. وهذا هنا الدوله استفادت؟ ما استفادت شيء. أنا ما أريد نحشي أكثر من هذا، إحنا طالعين برنامج. يعني ما استفاد شيء الدولة ولا المواطن، بس مجرد صار تجارة. لا صار أي تجارة، وصار ضغط عليمن على الخدمات. يعني هذا الأرض متروكة كانت وممكن نستخدمها متنزلة، هسه أصبحت مجاري لازم، ماء. صح. كهرباء. زين أنت هاي الأشياء الضغط على شبكة المجاري، يعني عندك بحدود 1000 وحدة سكنية أو شقة سكنية أو 2000، تعرف استعمالاتها وين تروح؟ ضغط كلها على الشبكة، ما محسوبة وهي من مستهلكة. وهي يعني ما أعرف، المفروض يعني استثمار يوضع خطة مثل بس ماية مشروحة يعني كيونت، يونت منفصلة يعني يعني كهرباتها معالجاتها حتى وحدة الكهرباء مالتها. صحيح. وعليك هذا لا يجي يعني ياخذ من الدولة ويعني بدون هذا ويحطه بجيبه ويطلع. علي انت شو تعالج اذا بعد ما اخذوا مطار المثنى بالكامل بني؟ يعني هو ارقى مكان في قلب بغداد انبنى بهالطريقه هذا والارض راحت مجانا. مع الاسف. ايوه. نرجع على قضيتنا الاساسيه، بلديه الشعله. طبعا هي ناهيك عنه جزء من عملكم، وهذا هذا تتحدث فيه بري احنا نتأذب. يعني احنا دائرتنا اكثر مجمعات به حقيقة. يعني عندنا مجمع يعني هذا العدل هو صح محايد مع بلدية منصور، بس ضغوطات الشبكة الميل هذا يأثر على بلدية الشعلة. اي يعني منصور وشعلة بس يأثر علينا. يعني هاي وحدة. اثنين عندنا مجمع يمشكوك جديد، عندنا مجمع بالحرية جديد.
هم استثمار؟ هم استثمار. استاذ العزيز المستثمر ميلة جيبه، فبعد يعني حقيقة يدفع ويأخذ. يعني عندك مجمع الحرية من المحكمة مجمعين، أي يعني أغلب المجمعات ضمن قاطعنا، وهكذا ضغط على الشبك. وهو شنو أكو واحد أكو يسموها شرفية، يعني العمارة لما تكون عالية تشرف على البيوت السكنية المجاورة، فحتى هاي ما ماخذينها بنظر الاعتبار. يعني هاي الشرفية مشكلة. لما أنت بالقانون شو يقول؟ يقول يجب أن لا يكون هناك شرفية على، يعني هسه احنا بالإجازات من منح ويكون الدور يعني بناية تجارية، يجب أن لا تكون هناك شرفية على الدور الخلفية إله. ممنوع يفتح بالكونة أو شباك أو شيء، يكون على الجوانب. واضح. لأنه اللي بظهرك هو ملاصق إلك. هي منازل خاصة. إي لازم إنه ماكو شرفية تصير. هسه هاي ما حاسبين هذا الموضوع. المهم النتيجة النهائية هو من يقدر يشتري يعني يدفع ثلاث شدات اللي هي 30,000 دولار، وبعد شهرين يدفع شهر يعني وحدة حيوان الحرية يمكن أو شيء. يعني مهم مبالغ يعني مو طبيعية. يعني شو يكون راتبك أنت؟ يعني أنا مو مع المدير عام، راتبي يعود شوية أفضل، بس شو تلحق على العيشة؟ ها خاطر أنت تجمع وتزرع تشتري شقة، شيء مو طبيعي. زين، بما انه هذا الضغط راح صار على بلديه الشعلة، احنا هذا مثال عن كل البلديات. نعم يعني نعم. اكيد بلديه المنصوره متضرره. نعم بلديه نعم كراده متضرره. عندهم كاظميه بالعطيفي، عندهم مجمع ايضا. تمام. احنا نقول هذا الضغط الكبير وعندكم هالاليات وهالعاملين، يعني يكفي لاتمام اعمالكم المهام الموكله لكم؟ احنا بالنسبه لنا يعني كدائره بلديه عندنا حسب قانون 16 إدارة النفايات والصيانات. يعني تعرف إدارة النفايات هذا، أنا من خلال برنامجكم أحب أنه أنوه على موضوع إدارة النفايات، أنه الأمانة يعني دا تعاني من موضوع قدم الآليات. وسبق أن طرقنا للأمناء السابقين، وإن شاء الله أستاذ عمار من الشباب المهندسين اللي هم من أهل الأمانة يعني ينتبه لهذا الموضوع. يجب هناك آليات حديثة، لأن إحنا موضوع الخصخصة موضوع معناه أنه بعنا المواطن للمستثمر. صحيح. يعني هاي اللي افتهمنا هذا. صحيح. من خلال الأمور الكهرباء اللي صار التجربة والفشلات هذا، فإذا ما بقى غير الدولة هي أنه كمؤسسة تدير آلياتها وتدير النظافة وتدير المجاري وتدير الماء، لأنه ما نجات عندنا الأمور الخصخصة. فإنه يجب أمانة بغداد أن تشتري آليات حديثة، ويجب أن يكون هناك يعني تقييم للآليات الموجودة. يعني عندنا آليات قلنا نصرف عليها أكثر ما تخدمنا. سلكت يعني من 2003-2004 وكوبين بزمن النظام السابق على مذكرة التفاهم ولاحقا، لكنه يعني على الضغط احنا حقيقة 3 وجبات نشغل الآليات، صباحي مسائي ليلي. وتعرف التسائق مو بالوعي ذاك اللي انت هذا، شوف العالية دائما متأذاية دائما هذا، وإذا سائق زين نوعيته وعده وعي لا يديمها العالية مالته. حتى أنا قدمت فكرة يعني أنه العالية إحنا حقيقة وراء 15 سنة بعد ما نقدر نستفاد من عندها شيء. أقول هاي العالية لو من البداية تتعاقد ويا سائق تقول له أملكك إياه وراء 15 سنة ها يمكن راح يحافظ عليها، يمكن راح يحافظ عليها ويعطينا إنتاجية أفضل من الحال، ويبقى هو مرابط بها هو وأولاده وهو كذا. يعني كأفكار هي مخترح. إيه يعني مقترحات إنه أنت شلون تخدم الآلي. هسه إحنا آليات أغلبها شطب وكذا، يصح أسعارها مو طبيعية وهذا، ولكن أنت 15 سنة تأخذها 100% مستفاد من عندها، وأيضا هو من راح يعني يستملكها خلينا نقول نسبة معينة 60% و40% للدائرة نقدر نأجرها منها بأسعار بسيطة. هم استخدمها أي نفس الشيء نستخدمها منها بأسعار بسيطة، يخدم آلياتنا. وتعرف هناك توسع سكاني، صح نقدر نخدم مناطق اللي أنت من خلال 15 سنة راح تجيك مناطق، نقدر هذه الآليات يعني بالنسبة اللي ننطيه إياها هاي البسيطة نقدر نستفاد من عندها في جمع النفايات والقمامة من المحلات. أحسنتم. وأنتم أيضا لا ما ننسى أن هناك جهد كبير
في الزيارات المليونية أيضا. نعم نعم. فهذا أيضا شلون هالسنة اللي مضت عليك؟ لا هذا مو رياء. شلون كان عملكم بهذا الجهد يعني؟ والله حقيقة يعني هو مثل ما قلت لك، هو لأنه يعني زيارة الإمام عليه الصلاة والسلام عندنا ثلاث محاور عملاقة. أصبحوا المحافظات وين ينزلون؟ ينزلون على الخط السريع. الخط السريع وين يجي؟ على شارع شكوك الرئيسي، عندك على شارع الضغط العالي، وشارع الربيع. شارع الربيع هاي المناطق منها الغربية اللي يجون منها هذه المناطق، وشارع الضغط العالي أيضا محافظات الجنوبية. يعني ما أنا أصلي من النجف، معظم أقاربي يجون من هذا الخط، أو من شكوك أو من الضغط العالي. كل المحافظات الجنوبية تأتينا على هذا المحور، وإحنا فرحين في هذا. يعني ثلاث أيام إحنا متواصلين نوزع أكياس على المواكب. حقيقة سنة أكثر وعي المواكب، صح، التزامها بالنظافة. حقيقة التشكيلات اللي يصير يعني خدمية الاجتماعية شيء راقي، إنه نشوفه متعاونين ويانا ومستمرين ب يعني خدمة الزوار الإمام موسى كاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا يعني فشيء إحنا مفتخرين به لأن نخدم هاك إمامنا السابق. حسيتم العاملين يكفون العمل؟ لا حقيقة هي هاي أحد المؤشرات اللي صارت سنة يمكن 2016 2015، حددوا عدد العمال. إحنا مو جاي نحكي إنه توسع سكاني، مو جاي نحكي إنه زيادة بالرقعة. هسه إحنا نزيد بالرقعة الزراعية ما عندنا عمال، بدينا نعجز، والضوابط ما تسمح لنا مثلا إنه إحنا نستأجر عمال ونخليهم يديمون هاي. تعرف أنت أي زراعة كائن حي هو، صح، وجار يعني إذا ماكو إدامة، إدامة تريد سقي، تريد تنظيف، تريد يعني تعويض المفقود. لكن احنا يعني عمان اصبحت يعني لا تلائم المساحه اللي فتحناها. عندنا هسه احنا متنزه ان شاء الله يعني شهرين او اقل راح نفتح بحدود 21 دونم ما شاء الله. نعم، بملعب كره قدم رسمي. هذا بلشت العمل به لو لا باشرنا، ويا ريت يعني لو ادري شان حضرت لك فيديو ان شاء الله ادز لك اياه على الخاص في يوم من هذا ان شاء الله. يعني لا نجيكم بالافتتاح ان شاء الله. بالافتتاح الشرف بك، انا ادعوك ان شاء الله. مستمرين به، عندنا ثلاث ملاعب، واحد رسمي يعني كرة قدم نظامية يعني قصدي، ملعب خماسية اثنين، وعندنا سلة وطائرة، واضافة الى متنزه بحدود العشر دوانم. ما شاء الله. اي يعني مساحة كبيرة. كبيرة جدا، 21 دونم. كان كل دونم 2500 متر. كان متجاوز عليه بحدود 70 بيد دار سكني. وكل دول المتجاوزين كان عندهم دور غير هاي الدور، بس يستغلونه يعني انه الحيوانات ولا هذا. تمت ازالته. إيه لكن شجاعه مدير عام حقيقه قام عليهم دعاوي بموجب قانون 154، ولانه هو يعني متابع الموضوع واحنا وياه والقانونيه مالتنا قدرنا نسوي القاء قبض عليهم. اول واحد لزمناه البقيه قالوا يابا احنا نفلش. 70 دار سكن، الدائره الوحيده التي ازالت أكثر من 250 دار متجاوز. وأتحدى أي يعني خلينا نقول إحنا ضمن أمانة عاصمة يعني بقية المحافظات يعني إذا قدروا يزيلون هيك شيء ما يقدرون. بس إحنا استخدمنا القانون. حتى لو أخوي بس أدز له إنذار يوصل يم القاضي. القوة الدولة حاليا هي من يضع الإنسان خلف القضبان. هي يشعر بقوة الدولة حقيقة يعني. او من يتوجه لانذار من المحكمه او يزور الشرطه. ولا بد ان تكون هناك هيبه للدوله. اي احنا من هذا برنامجنا نحث المواطن التزام بالقانون. يعني انت ايش تتجاوز على ارض مو ارضك؟ احنا بدينا ارضنا الامانه قدرنا هذا، لكنه وزاره الماليه اراضيها راحت، وزاره شو اسمه عندك هاي املاك خاصه راحت. اي املاك خاصه. اي لا تيجي الاملاك الخاصه وذاتك. اكو ناس نعرفهم عن قرب عندهم اوراق لقطع اراضي سكنيه تجاوزوا بعد السقوط، تجاوزوا عليها لحد ما يقولوا وين ما تروحوا روحوا، لا قانون يوقف لكم ولا كذا. فهيك موضوع وصلت الاملاك الخاصه صارت تجاوز. لا لا اسمح لي يعني هذا اذا ما عنده في شيء، حتى لو ميليشيات هسه قانوننا اقوى. لو اقوى ميليشيا قانوننا، لان الميليشيا منه عندها رئيس. الرئيس هذا ما يعني ما يقدر يتلوث بهيك سمعه ناس بالتعبان المفروض يعني. اي لا هسه انا اقول لك يعني الوضع احسن. انا كمن ناحيه بلديه يعني واحكي لك
اي شخص هسه يعني حزب او شيء ما يحب انه يسند المتجاوز اكيد او يسند الانسان لا مو مصالح اصلا اي ها الوضع تغير، الجمهور صار عنده وعي، الناس صارت عندها وعي، فما محتاج انه يدعم انسان هو مؤذي يعني. بالضبط تمام. في القانون اكيد هسه قوه وياخذ مجرى، وان شاء الله يعني اي شخص يقدر ياخذ حقه عن طريق القانون. امنياتنا. شكرا على هذا التوضيح استاذ علي. وصلنا لمنطقه شاكر العام. شاكر العام. قبل ان نبدا بشاكر العام، واعتقد ذاك حديث كبير عن نعم. منطقه شاكر العام. عندنا تقرير اثناء عملهم هذول الاخوه في الجهد الخدمي والهندسي برئاسه الاستاذ ابو علي الكوفي، كان لهم عمل تبليط الشوارع في بدايات العمل او في منتصفها يعني. الان اين وصل؟ سوف نستفهم منكم اكثر ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، نحن واياكم مشاهده هذا التقرير عن منطقه شاكر العام. تقدم منطقة شاكر العاني بكل مكوناتها بالشكر الجزيل إلى دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع السوداني، وكذلك إلى هيئة الحشد الشعبي الذين بذلوا قصارى جهدهم ليلا ونهارا في إكمال هذا المشروع الذي استبشروه به خيرا أهالي منطقة شاكر العاني. ونتقدم بالشكر الجزيل كذلك إلى أمانة بلدية الشعلة لجهودها المبذولة في التعاون في إنجاز هذا المشروع الخير لأبناء هذه المنطقة. والله المنطقة كانت تعاني يعني معاناة خاصة في فصل الشتاء، طين وبهذلة، بس الحمد لله وشكر من باشروا بالمشروع يعني فرحة الناس لا توصف بهذا المشروع الجميل، من إكساء شوارع الى ارصفه الى اناره، يعني كل مقومات الحياه انا اشوفها الحلوه اصبحت منطقه شاكر العاني جميله جدا. بجهودكم، بجهود الحج الشعبي، بجهود الامانه، والله ليل ونهار احنا قاعد نشوفهم ليل ونهار يشتغلون، وبارك الله بهم وكثر الله من امثالهم. ان شاء الله الله يحفظهم دخل لهذا البلد، رجع محمد وال بيت محمد. نشكر جهود الحج الشعبي والجهد الهندسي وعلى رأسهم دولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني والأخ أبو مهدي المهندس وأبو علي الكوفي وكل الجهات اللي ساهمت بهذا المشروع لهاي العوائل الفقيرة اللي كانت ما تعلم بهذا الشيء. منطقة شاكر العاني كانت تعاني من المجاري والمياه الأمطار والإكساء زين، هسه الحمد لله والشكر فضل الله، فضل الله وجود الحج الشعبي وأبو مهدي المهندس على رأس الأولاد اللي هم ما يعني فرحوا هاي المنطقة، منطقة شاكر العاني، ومن حيث المجاري وكساء الشوارع والإنارة، والحمد لله على كل حال الحمد لله. الحقيقة اليوم احنا بمنطقة شاكر العاني تحديدا شارع الربيع طوله أكثر من كيلو وعرضه يتراوح من 14 إلى 12 متر. الأهالي في هذه المنطقة طالبوا وناشدوا السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، واستجابينا لهم يوم 5/11 وحضرنا وبلطنا شارع شاكر العاني الرئيسي بنفس الطول وبنفس العرض، واليوم إن شاء الله راح نختم إكساء وتبليط هذا الشارع. أكيد المنطقة المحرومة هي المستهدفة من قبل فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي اللي تأسس بموجب القرار 286 لمجلس الوزراء الموقر، والمدعوم بكل قوة من السيد رئيس الوزراء ومن هيئة الحج الشعبي. تعاون الناس كان حجر الزاوية في نجاحنا، والمدة الزمنية القصيرة نسبيا اللي تم بها إنجاز هذا الشارع بأقل من 50 يوم عمل كملنا هذا الشارع، وهذه حقيقة رقم قياسي. التنفيذ المباشر سريع ورخيص وبكفاءة وبنوعية جيدة. شركة أبو الرشد لأمانة بغداد هي المشرفة على العمل، كذلك الجامعة المستصرية وجامعة بغداد، هيئة الطرق والجسور،
كل الهيئات الرقابية بالعراق الآن مشرفة على فريق الجهد الخدمي والهندسة الحكومي. مشاريعنا في بغداد لحد هذه اللحظة بلغت أكثر من 26 مشروع، وكذلك في المحافظات نفس العدد، أكثر من 3-4 ملايين مواطن استفاد من خدمة الهندسة الحكومي. المدارس كان لها حصة في خدماتنا، المستوصفات، المستشفيات، كل المرافق العامة، الكهرباء بالتأكيد تم تحسين شبكة الكهرباء، ولا زال العمل جاري على تطوير وتحسين واستعداد لفصل الصيف. جميع حقيقة المعوقات اللي وقفت في طريقنا أزيحت من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تعاون دوائر الدولة كافة، أمانة بغداد، محافظة بغداد، والوزارات الخدمية، الجميع حقيقة لولا تعاونهم ولولا وقوفهم إلى جانبنا في خلال هالمدة ما استطعنا هذا الإنجاز السريع في دوانم الشعلة وفي شاكر العاني وكذلك حي الكوفة في جانب الرصافة شرق القناة وحي المصطفى وحي البساتين، حي الكوثر، أحياء كثيرة في بغداد، ونستهدف بقدرها وضعفها إن شاء الله على موازنة 23 أكثر من 40 مشروع ينتظرون الموافقة، ونشرع بعد إقرار الموازنة في تقديم الخدمات. كل هذه المناطق الحقيقية تعتبر محرومة باعتبارها كانت زراعية وتحولت إلى سكنية خلال العقدين الأخيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر هيئة الحشيد والجهد الهندسي على هذا العمل الجيد والممتاز اللي سووه بمنطقة الشاكر العاني، والتبليط هذا أكثر من طبقتين تقريبا، ويشتغلون من الصبح لليل على تواصل، ونشكركم شكرا يعني والله العظيم. نقثونا من الطين ومن التراب ومن القاع، ما شلون إذا تمطر الطفل ما يقدر يروح لا المدرسة لا تقدر يروح مرة تطلع من البيت. نشكركم ونشكر أبو علي الكوفي ونشكر رئاسة الوزراء على هذا الشغل الممتاز والجيد، وعاش تديكم وأنكم مثل ما تشوفون درجة أولى الشغل. هذه هي عودة أخرى مشاهدين الكرام مع برنامج بخدمتكم، وشاهدنا نحن وإياكم الجهد الخدمي الهندسي الحكومي كان برئاسة الأستاذ أبو علي الكوفي، الآن تم يعني أخذ مكان آخر واستلام أحد الأخوة من الحشد استلام هاي المهمة. بارك الله بجهود الأستاذ أبو علي الكوفي، وبارك الله بجهود كل الأخوة، بالإضافة أن لا نبخس الناس أشياء مثل ما تفضل الأستاذ أبو علي الكوفي قال بأنه الأخوة في بلدية الشعلة أيضا كان لهم دور كبير، لولاهم لما أنجز هذا العمل، ويشكر على بصراحة. لأننا سنتحدث وسيد الضيف قلها إحنا بإمكاننا من السهولة أن نصادر جهد الآخرين بلقاء تلفزيوني، ممكن نطلع عنه بالجو بمكان مباشر أو تسجيل، ما أحاسب عليه. وأنت بعد فترة أنت يا مدير بلدية اثبت بأنه أنت كنت مشارك بفعالية وبقوة، متمام أستاذ علي؟ ممكن نعم. جيد. في مبخش أخلاق أبو علي ما تسمح لا بالتأكيد تصادر جهود أخرى. وهنا دائما ما أستضيف الرجل أمانة يعني يشكر جميع الأخوة، ودائما ما يخلي العناصرة في آخر الناس يتحملون الشكر والتقدير. يعني منطقة شاكر العاني يعني أين وصلت؟ يعني شفنا هذه المشاهد طبعا مصورة قديمة، لكن وين وصلت الآن؟ والله حقيقة أنا أريد أعرج على مقولة أستاذ علي الحميداوي السيد النائب وسحاني الرئيس هيئة الخدمات في مجلس النواب، رئيس لجنة الخدمات، أثناء لقاء بافتتاح منطقة شاكر العاني لقى كلمة قال والله أنا جايها 3 مرات من شت نائب، أريد أشوف لي مادة قانونية أسمح لي أصرف عليها، ما مسموح لأنه منطقة زراعية. بس صراحة جرأة رئيس الوزراء من أنطى تعليمات بأنه خدمة المناطق الفقيرة اللي هي الزراعية بين قوسين بوبة الصرف والعمل في هكذا مناطق. لولا هذه الجرأة ولولا هذا القرار يعني أنا كمهندس يعني أنا أفتخر أنه عندنا جرأة رئيس وزراء ومهندس قدر يعني يضع النقاط على الحروف في بعض المناطق المحرومة، لأنه
حسب التصميم الأساسي لمدينة بغداد إذا لم تكن منطقة سكنية لا يسمح لك التصرف بها، تحان نزاهة فورا. ولكن جرأة رئيس الوزراء في تقديم الخدمات لهذه المناطق المحرومة جعلتنا نفتح أعمالنا ونفتح خبراتنا ونمارس عملنا. العمل اعتمد على ثلاثة مكونات اللي هي الدائرة البلدية ودائرة المشاريع وحقيقة الجهد الخدمي الهندسي للحشد الشعبي وايضا دائره الكهرباء. دائره الكهرباء هي حقيقه المنطقه شاكه مقدومه كهرباء لكن غير مرتبه. اول ما تفاجئنا به انه ماكو تصميم للمنطقه. ماكو تصميم. ماكو تصميم، شارع عريض، الكل ماخذ حدائق بكيفه، الكل هذا يعني مخليني اطيان، شارع واحد موجود مبلط للوسط، يمكن هم مبلطين للنص والباقي كله حدائق وغير مفتوحه. اول ما باشرنا زلنا التجاوزات. واحنا السباقين في هذا، المتمرسين في هذا. ها حقيقه جرأت، قلت لك جرأت مدير عام وكادر معاه المعاونين ورؤساء الاقسام وقسم التجاوزات، ازلنا التجاوزات بس بفرح من الناس. ليش بفرح؟ لانه كانت منطقتهم غير قيمه، ما ليس لها قيمه. ف باشرنا بمد خط مجاري للمناطق، كانت هناك خطوط تعبانة لا نعلم أين تذهب حقيقة، هناك منقولات يعني متآكلة. باشرنا بعمل خط مجاري ومن هون مساعد دائرة ماء بغداد ودائرة مجاري بغداد، باشرنا ومدينا هذه الخطوط إلى أقصى منطقة في شاكر العاني. وبعد ذلك جاء الجهد الخدمي للحج الشعبي هندسي فرش السبيس والحدر، واحنا نفذنا الباور كير بار والمقرنص للارصفه والازقه الضيقه وهو باشر بالاكساء. حقيقه جهود يعني كانت مفرحه، رغم انها نبقى يوميا الى المساء مع الحشد، لان حشد دوام يختلف عن دوام البلديه. احنا موظفين بس يجب ان تتآزر الناس يعني او الكوادر في سبيل انه واحد يكمل الاخر. فعملنا مستمر كان معاهم، واي تلكؤات تعرف انت العمل يصير به تلكؤات، يصير معالجه فوريه. هم الناس ايضا المهندسين والموجودين بالحشد يعني كانوا متواجدين على مدار الساعه، ويعني اي شغله نحتاجها عندنا ظهرت عندنا روطانات اللي تعرف ارض زراعيه وهذا كنا نعالجها اول باول. حقيقه الان ظهر الشارع بالمستوى الجيد الذي يتحمل الاثقال. مدى تعاون الاخوان في الحشد معكم؟ تعاون جيد جدا حقيقه، يعني احنا بالنسبه لهم شيء مكمل للشيء يعني. يعني احنا باشرنا بالخدمات التحتيه وهم باشروا بفرش السبيس والحدر والاكساء. بآلياتهم. بالآليات مالتهم. اي آلياتهم نعم. عندهم عمل اسفلت يعني حقيقه ابو علي الكوفي وضع له مسارات جيده بانشاء معامل اسفلت بآليات. الفائده الاولى او اللبنه الاولى اللي وضعت هي الله يرحمه الشهيد ابو مهدي المهندس، الله يرحمه برحمته الواسعه. ان شاء الله بجنان الخلد. ان شاء الله. كونه مهندس وضع نفسه او رتب وضعه باعتبار انه الاليات هي ضروريه جدا. فشوف حتى يعني انتصاراته بالمعارك هي بسبب الاليات. هناك البلدوزر، هناك الشفل، هناك تعمل السواتر تقدم القوات، انا متابعهم. انا صح مو يعني مقاتل بس انا كمهندس ابغى رسم الخريطه كيف يعني اخواني دي ينتصرون، كيف العراقي دي ينتصر على داعش المدرب والمسند من القوى العالمية. صح. جميعا بأحدث الأسلحة. فالقصد من هذا الشهيد وضع اللبنة الأولى في شراء الآليات. شوف الآليات كلها حديثة ومرتبة، وبعد انتهاء المعارك حبوا يستفادوا من يمه. فحقيقة احنا بالنسبة لنا نشوف آليات حديثة وتعمل ليل نهار بلا كلل، وأيضا التزام السواق والعمال والمهندسين في الحشد
التزام جيد بالتوقيتات وبالتوجيهات، هذا جعل إكمال العمل في أفضل ما يكون. جيد، إذن الشهيد القائد أبو مهدي المهندس هو كان سبب نجاح الجهد الخدمي. نعم نعم، آليات حديثة، واستمروا يعني إخوانه استمروا في تعزيز الآليات الحديثة والكذا، يعني كلبنا أولى يعني الحشد لما نشوف آلياته نشوف يعني ما معناه هناك أكو قيادة اللي ترسم التخطيط الصحيح واللي يطلع بهالنتيجة. أحسنتم أستاذ علي. منطقة الصعبيات شنو موضوعها؟ منطقة الصعبيات توزعت بزمن النظام السابق للضباط والمراتب، مناطق واسعة جدا حقيقة، دائرة البلدية ما تتحمل هذا الوضع لأنه أكو دوائر أخرى هي المشاريع والماء والمجاري، هي يجب أن توضعها ضمن خططها في إنشاء الخدمات التحتية البنى التحتية المجاري والماء. يوم تتبلشون بها؟ والله احنا حاليا اكو شارع 100 هو اللي يخدم المناطق كلها هاي باشرنا ان شاء الله، يعني هي عن طريق ذات المشاريع حالة مقاولات، يعني بدون خدمة مجاري، يعني تبريد شارع 100 لخدمة الناس، لان بدأت الناس تبني لان هي املاكها هاي، صح ما تقدر توصل. شقد نسبة البناء بها بالله؟ يعني قليل، يعني هسه ما يوصل الحديد، يعني عموم المناطق الصعبيات 30 اي 30 25، بس تصير خدمات تصير بناء. احسنت، لكن يعني ان شاء الله اكو يعني خطى حثيثه لانشاء الخدمات في هذه المناطق. يعني هو أهم حقيقه نوجه ندائنا السيد رئيس الوزراء من الاهتمام بهذه المناطق اللي هي مو يعني مناطق سكنيه صرف، يعني بها خدمات ان شاء الله يوصلها الجهد الخدمي. هو تعبير المناطق المحرومه هي المناطق اللي خطيه، يعني ما بيها خدمات، ما بيها خدمات نهائي، فايضا هي هذه الصح هي ملك صرف وضمن التصميم الاساسي لكن ما بيها خدمات، هم محرومين. يعني انا راح اخذ الناس ما مو ضمن التصميم بالاساس، والتصميم بالاساس والناس محتاجه خدمات. انا عجبتني لافته لاحد المواطنين هي منطقه الصعبيات، هذا اجعلوا مناطقنا زراعية مناطقنا من المتجاوز. حقيقة سعدنا السلاميات منطقة أخرى، سلاميات ثلاث مناطق هي بالسلاميات، أنا رح زرتها، يعني مناطق هي قريبة للسيطرة يعني نهاية الشعلة، أيضا إن شاء الله على بناة الحسن. أي هسه باشرنا مباشرة جيدة، حولناها دائرة الماء ودائرة المجاري لإنشاء التصاميم وجعلها ضمن لحالات لحالتها الى جهه معينه تنفذ لها الماء والمجاري. تعاقد مباشر؟ لا، حسب ضوابط صلاحياتهم. لا حسب اساس سمح لهم رئيس وزراء حد 5 مليار. تعاقد مباشر. تعاقد مباشر، يعني هاي اول خطوه صحيحه اللي هي تقلل الروتين، بناء الثقه. صحيح. ولكن بالمحاسبه. اكو رقابة بالتأكيد، يعني اي يعني السيد، يعني انا هذا الرجل يعني كلش احترمه يا رئيس الوزراء كشخص، يعني ما له علاقه اني ابن المؤسسه ابن الوزاره ابن هذا الرجل دا يشتغل صح بسبب خبرته القديمه، انه كان عضو مجلس محلي وكان وزير وكان نائب وكان محافظ، فالرجل هاي ترجمها هاي اشياء الخبره من تترجم الى واقع تخدم الناس، فهذا الشخص حيل عاجبني يعني تفكيره، وانا هسه هم اشد ايده بيده بالنسبه للمدير العام، انا معاون المدير العام، يعني اقول له خلي يصير التقييم كل 3 اشهر، عمد لا يعتبر ثابت، اي عمد يعتبر المدير العام عباله ركز وقعد وبعد ما يحكي ويا احد، لا عمد يظل يستمر يشتغل طول الوقت ها باحدث التقنيات، ويعني الكادر مالته وكل مجموعته بحيث يخليها تخدم المواطن. زين، يعني باكر نشوف كتابك الى معاون مدير بلديه الفاو بالبصره على المدير العام. حاضر والله، بس يا مات العاصمه ما بيها فاو. سوي لك بلديه خاصه، قول لك روح بس ابتعد عني، لا تصرح حالي. حاضر والله حاضر، انا احكي لك في الشغله، يمكن جت شركه اجدنز التركيه. استاذ حجي نعيم الوكيل كان وامين بغداد حولني انا المشرف على الشركه اللي خبرتي الكبيره في اداره النفايات، انا داخل دوره باليابان وكوريا والصين وتركيا ولبنان كلها في اداره النفايات، ف
درنا الشركة اكو عندهم شخص مستشار وهذا اخذوا شغلة بجنوب افريقيا قال لي رايدك وياي هناك قلت له لا ما اقدر انا بالدائرة يعني الكلام شيء بشيء يذكر يعني عمدة اسطنبول زار الشركة ودعاني ازور اسطنبول والعمل باسطنبول لبيت له الدعوة موافقة امين بغداد في حينها لما رحت لبلدية اسطنبول لقيتهم متجاوزين هواي شغلات جدا هواي شغلات يعني لما اجيت قلت له امشي نروح نشوف ادارة النفايات قال هذا الموضوع انتهى عندنا احنا الشركة وهي تاخذ رسوم من الدور شهريا وهذا هذا نتج منين من المواطن وعيه بالقوانين صح. وتطبيقه وقوة وصرامة الدولة في تطبيق القانون تمام ومعاقبة المسيء او الذي لا يلتزم بالقانون نفس الشيء باليابان دخلنا دورة اول ما طلعونا فيلم بال 62 اليابان عبارة كوم نفايات انت استغربت النهروان هسه اذا تروح تشوفها هم ايضا احنا قاعد نلقي بها نفايات نلقي ماما وكذا فعبارة عن فوضى من النفايات اليابان نفس الشيء والدول النباشة نفس الشيء ينبشون وهذا قلت له كيف لعد نجحتوها قال بتطبيق القوانين تعرف اليابان المحلات التجارية ما حد يرمي نفاياته لان هناك عندهم هم ماركات يعني اسماء تجارية على الكيس لما يقولون كيس مال هاي ماركت وعاقب فيتعاهدون ساعدنا احنا نفس الشيء 296 عندنا قانون بس ما حد يطبقه هاي يتعاقد المحلات مع فلان من الناس هو يودي النفايات للطمر ما لها علاقه الدوله ما لها علاقه تلقى كيس الدوله تعاقد فقط رقابه دخلنا تجربه باليابان احد المناطق اليابانيه نفتر بالكابسه مالتهم لقينا زجاج موجود قلت هذا ليش ما مشيول الكابسه استوها طلعت قال لي ما اقدر اشيله لان يوم البلاستيك هذا ذاب زجاج قلت له زين وبعدين قال الناس بالمنطقه راح نعوفه من عوفه وما اقول ليش عفتوا يعرفون المن يجي هو بنفسه بسيارته يروح يودي التمر واذا ما هذا يفرض عليه غرامه قويه هناك ما يكذبون يعني قل له فلان لك هذا قل له لي بدون صندوق وما يحلف حقيقة التجربة باليابان كانت 22 يوم يعني مفيدة اي جدا مفيدة وماكو هيك حجم قمامة يعني اول شيء علمونا اياه انطونا علاقة قامت تروح تتسوق ما تشتري الكيس ثبت هذا الكيس البلاستيك هاي يعني ثورة صناعية البلاستيك كانت مفيدة في وقتها هسه اكثر مضرة هي البلاستيك لانه مليون سنة قيلة 200 وقيلة 4 هسه وصلوا تقريبا مليون سنة وما يتحلل هذا الكيس ما يتحلل فيبقى بالتربة يعني مؤذي للمياه الجوفية مؤذي فتحليله صعب فلهذا هسه باليابان جاوزوا الكيس يباع بمبلغ قوي حتى ما يستوي اي حمود الناس ما تشتري عنده ياخذ علاقة امهاتنا قبل تاخذ علاقة للسوق صح نفس الشيء علاقة يخليها جوا الخبز اي يروح يسوق بيها مع العلم ومات الكيمياوية يعني هواي اشياء كانت عندنا بالسبعينات صحيحه قبل ابو اللحم ما يخليك اياه بعلاقه يخليه بكيس ورقي ورقي لا زال مصر لحد الان يمكن بالورق حتى صمم خلوه بكيس خليه بورق ليش؟ لانه الورق يتحلل بالضبط صديق البيئه وهاي النايلون الثوره في وقتها كانت يعني ثوره ناجحه واصبحت بعدين مظاهرها تبين عندنا نعم في اداره النفايات طبعا عندنا اسئله صراحة أستاذ علي يعني بس المخرج ده يقول خلص وقت البرنامج شكرا للسيد رئيس مهندس أقدم الأستاذ علي حسين الشمري معاون مدير عام بالإدارة الشعلة شكرا جزيلا مرة أخرى لحضورك ولتاحت الفرصة أن نلتقي لك مرة ثانية أنا جدا سعيد لأول شيء شخصكم الكريم وطريقة أدائك بالتقديم راقي جدا وايضا جمهور ايضا يطلع على اعمالنا وهذا ان شاء الله انا حاضر في اي برنامج جزاكم الله خير نوضح لجمهورنا وحبانا واخواننا اي شيء يذكر ان شاء الله اكيد راح نلتقي بوقت اخر وماكو استثمار يروح باتجاه اصحاب رؤوس الاموال الكبيره وبالتعاقد او بالتواطؤ من بعض
اتمنى من سيد رئيس الوزراء ينتبه للموضوع. اي ان شاء الله انا بامانه راح ينقل الى الناس الاقرب الى يعني بصراحه، ولو هذا مشرع بالمجلس النواب يحتاج الى تشريع. نعم نعم مشرع، بس انا لما اشوف شيء سلبي صح اشذبه واهذبه واخليه بالسكه الصحيحه يخدم الناس. احسنتم استاذ علي، شكرا مره اخرى وشكرا للتنبيه لهذا الموضوع المهم. فنلتقي بوقت اخر ان شاء الله. ان شاء الله مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبلوا تحيات كادر البرنامج وتقبلوا تحيات انا معدوم مقدم البرنامج حازم الحرب، التقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. في امان الله.